هل هناك أعجب من الفيوشيين ومن إليهم؟ إن وقعت بعض ردود أو بعض خلاف على صراعات الحجاورة، وإن وقع ائتلاف ونحو ذلك، قالوا قاعدة إخوانية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لو كنا على القاعدة الإخوانية ما اختلفنا أصلا، فإذا وقع ما يؤدي إلى إنكار بعضنا على بعض دل على أن ما عندنا قاعدة إخوانية، دل على أن عندنا أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الاستقامة على الكتاب والسنة، لا محاباة في دين الله. لكن قد ينصح المخطئ ويوجه، فإن تاب تاب الله عليه، باب التوبة مفتوح. إلا عندهم ما يعترفون بالتوبة، ذلك الشاعر الذي قال لو ذوبوه لصار لحمه سنة، والآخر الذي قال وإمام الثقلين اليمني قد وقع منهم التوبة مرارا وتكرارا شعرا ونثرا وكتابة. وهكذا نحن إذ غفلنا عن هذين البيتين مع إنكارنا، لا سيما للبيت الأول قبل إلقائه، لكن لله الحكمة، ومع ذلك تبنى إلى الله توبة نصوحة، وما زالوا في كتاباتهم أو في مجامعهم أو في غير ذلك يعيرون بذلك الذنب، ما قبلوا التوبة مخالفة للخوارج. الخوارج مع تكفيرهم للمسلمين يرون صحة التوبة، وهؤلاء بلسان حالهم يردون التوبة. فالحمد لله، ما عندنا بحمد الله عز وجل لا صراعات، ولا عندنا بحمد الله عز وجل قاعدة الأخوان المسلمين. إن وقع مخالفة للسنة من أحد من الناس ينكر عليه بقدر مخالفته، وإن وقعت موافقة للكتاب والسنة نتعاون على ذلك، وتعاون على البر والتقوى، لا تعاون على الإثم والعدوان.